اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم جديد اساطير دونور. اساطير دونور برنامج كنقربوا من خلاله مجموعه من النجوم اللي لعبوا في هذا الملعب هذا. الضيف ديال هذه الحلقه اليوم سامي تاج الدين، احد ابرز النجوم اللي لعبوا في فريق رجاء الرياضي. سي سامي مرحبا بك. السلام عليكم خويا رضا، كيف الحال؟ كلشي بخير؟ امور هانيه. الله يحفظك خويا رضا. الله يحفظك. اليوم كنتواجدوا بمركب الرياضي محمد الخامس، هذا المركب سامي اللي شحال هذه عندك ما قصص كثيره ومباريات جميله. اليوم كنحاولوا نرجعوا بالوراء كرونولوجيا ونتذكروا افضل المباريات اللي خداها سامي تاج الدين بهذا الملعب. واش كتفكر او كتذكر؟ اكيد هما مباريات كثر، ولكن واش كتذكر ابرز مباراه خداها سامي تاج الدين بهذا الملعب؟ واه فهاد الملعب هذا ما نكذبش عليك، بزاف د المباريات اللي فريق رجاء البيضاوي ادى مباريات هنايا، وكما كتعرف ما يمكنش ليا نجبد كاع المباريات. خصني نذكر شي مباريات اللي كانوا في مستوى بحال الماتش ديال فريق رجاء البيضاوي ولاسيكا بيجو، فاش كنا خاسرين بابيجو بجوز لصفر وجينا المدينة الدار البيضاء وحنا ب 4-0، واخا الملعب كان هذيك الساعة فيه الغيس والشتا وداك الشيء، ولكن أدينا واحد المباراة اللي كانت في مستوى. أكيد هذه مباراة مازالت راسخة في أذهان كل جماهير الرجاوية سامي. ومن بين أبرز المباريات كذلك اللي خديتو هنا في كأس العرب أمام فريق إنبال المصري واللي توجتو من خلال سنة 2006 بكأس العرب، واش كتذكر معايا هذه المباراة سامي؟ هذيك المباراة اللي كنا لعبنا في مصر، درنا 2-1 ربحناهم وجينا المدينة الدار البيضاء لعبنا النهائي هنا فين غنتوجوا. كانت هذيك المباراة ربحنا 1-0، أدينا واحد المباراة اللي كانت مستوى وشرفنا الكرة المغربية. أكيد سامي تاج الدين شرفتهم الكرة المغربية، وسامي تاج الدين كنتذكروا الأهداف الجميلة والكثيرة اللي سجلتها في المسار الكروي ديالك، خصوصا في هذا الملعب مركب رياضي محمد الخامس. كنتذكروا الهدف الجميل اللي سجلتيه موسم 2002-2003 كونتر المولودية الوجدية، إلا تذكرتها سامي في هذا البوطو هذا في هذا المرمى هذا سجلت على عمر شارف. كنت كنلعب أريال دروا ودخلت بواحد الكرة من جهة بلا دروات ودخلتها لليسر وضربتها بالعسريه مشات للزاويه 90. وهذا الهدف نحاولوا سامي خذ البالون غادي نحاولوا نتنقلوا ونديروا لاكسيون، واخا باش كل شيء 100% ولكن نحاولوا نديروها سامي. مرحبا. ديك الكره جات من لا دروات، جات من لا دروات الكره كانت هنا من كانت هنايا انا دخلت بها بحال هكا. دخل سامي، دخل سامي تبعتها بحال هكا. اها ضربتها في الزاويه 90. ضربه بزاف، الله يعطيك الصحه. اذا هذا كان من ابرز الاهداف اللي مازال كنتذكروه في موسم 2002-2003 كونتر مولودية وجدية، وكان حتى نفس الموسم سجلتي هدفين كونتر احد الانديه الافريقيه اذا جوج اهداف سجلتيهم في كاس الاتحاد الافريقي دائما في هذا البوطو هذا. اذا دفع الخير سامي الحمد لله. اذا من الاهداف اللي سجلتيها واللي تحدثنا عليها قبل قليل هدفين في مرمى الفريق الكابوني في كاس الاتحاد الافريقي، كيفاش كان الهدف سامي؟ وقف هنا باش نوريك لاكسيون. كان ديفونسور هنايا ضربتها عليه من هنايا وانا نضرب بيان ضربتها الزاويه الغارديان زاويه مغلقه وكان هذاك هدف اللي اكيد ربحنا هذيك المقابله ب 5-0، وجوج الاهداف كانوا من نصيب ديال سامي تاج الدين. اكيد اهداف اخرى اللي سامي سجلها في مركب رياضي محمد الخامس اكيد كثيره وما يمكنش لينا نعاودوها كامله. واش كتذكر احد ابرز المباريات دائما في 2006 هنا في انيمبا؟ ما تحدثناش عليها كثير. المباراه اللي كانت عن كاس العرب، هذا الكاس الغاليه اللي اليوم فريق الرجاء الرياضي كيتاهل للنهائي وغادي يواجه الاتحاد السعودي، مباراه او كاس كيحمل اسم الملك محمد السادس. النسخه القديمه كانت سميتها كاس العرب بدون تسميه، فالمركب كان ممتلئ عن اخره سامياك. كان الملعب عامر، جمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي ملي كتلعب على شي لقب راه ضروري غيجي يساندك باش تتوج بهذاك اللقب. الحمد لله حنايا كنا في هذيك الفتره كنا غادي مزيان، وصلنا للنهائي ديال كاس العرب. هذيك الساعه كانوا كيقولوا لك كاس العرب، دابا ولا كاس محمد السادس. كنتمنى انا دابا يا فريق الرجاء البيضاوي ان شاء الله كما توج بها فريق الرجاء البيضاوي في 2006 ان شاء الله. سامي غادي نمشيو للبونتوش او دكه البدلاء ولو ان في حله جديده، ونتذكروا ابرز المباريات اللي كان سامي كاحتياطي وماشي كرسمي، واخا ماشي مباراه مرحبا مرحبا.
متواجده في دكه البدلاء، الدكه اللي او دكه البدلاء اللي ما قلتش فيها بزاف سامي تجدين نظرا كنتي واحد من اللاعبين الرسميين انت سامي، واش كنتي من اللاعبين لما يجلسوا في دكه البدلاء كيرضاو الاختيارات تاع المدرب ولا من اللاعبين اللي كانوا ديما كيبغيو يلعبوا تيتولير ما يبغوش يكونوا جالسين في بونتوش؟ ضروري المدرب باش كيشوف شي مباراه ما عندهاش طعم خاص كيدخل العناصر اللي كتكون في الاحتياط من قبل. الحمد لله انا راضي على الاختيارات ديال المدرب اللي عزلني في الاحتياط، راه كنتقبلها بواحد التقبل رياضي. واش هي المباراه اللي ما كرهتيش سامي تكون فيها تيتولير وتابعتها من البونتوش؟ المباراه النهائيه ديال الشامبيونز ليغ مع الزمالك المصري، تما المدرب احتفظ بيا. هذيك المباراه اللي كنت باغي ندخل وندي واحد المباراه، ودخلت بواحد نص ساعه الاخرى اديت مباراه اللي شهد ليا بها الجمهور ديال الرجاء كامل. اكيد سامي، وقبيله تحدثنا عن الاهداف اللي سجلتها، فكنعرفوا اي لاعب لما يسجل الهدف فهو كيمشي مباشره يقاسم شي فريق عند الجماهير. غنمشيو للمكان المخصص للجماهير ديال الرجاء هذه ونشوفوا ابرز اللحظات اللي قضيتيها مع الجماهير الرجاويه. مرحبا. مرحبا. واكيد احنا سامي كنتواجدوا بالقرب من المدرجات المخصصه للجماهير الرجاويه اللي تقاسمتي مع مجموعه من الاشياء جميله بعد تسجيل ديالك الاهداف. شنو كان كاين لك انت تحتفل مع الجماهير الرجاويه انذاك؟ والجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي فاش كتسجل ضروري، حيت 90 دقيقه هو كيساندوك، ما يمكنش تسجل الهدف وما تمشيش عند الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي. انا ملي كنسجل كنفرح ملي كنمشي عند الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي، حيت كانوا كيساندونا وكانوا كيدعمونا في السراء والضراء. اليوم سامي للاسف مدرجات فارغه بسبب تفشي جائحه فيروس كورونا بالبلاد واللي غيبت الجماهير الرجاويه خاصه وكل الجماهير المغربيه والعالميه عامه. مدرجات او مباريات بدون اللاعب رقم 12 اليوم الجماهير، مباراه اللي ما كانش فيها جمهور ما كتكونش شي مباراه اللي كتكون في مستوى. كنتمنى انايا يحيد عنا الوباء وترجع الحياه كما كانت ويرجعوا الجماهير اللي محتاجين لهم الفراقي ديالهم. اكيد لسامي مجموعه من الالقاب. قبل الختم نخليك مع ذاك الكلمه انت تذكر بها ولكل من ربما ما عايش الحقبه ديال سامي تجدين، نعطيو فرصه لكل جماهير الرجاويه اللي معايشه سامي تجدين الالقاب. سامي عده القاب توجت فيهم مع فريق الرجاء البيضاوي، كاس اسبق كاس الاتحاد الافريقي، المشاركه في كاس اسبق الابطال الافريقيه، وبطولات كاس العرب، بطولات الحمد لله عده القاب توج مع فريق الرجاء البيضاوي. واكيد اليوم سامي انت كاطار وطني حاصل على شواهد تخول لك ذلك، واش كتشوف راسك مستقبلا غتكون كمدرب سواء لفريق الرجاء الرياضي او اي نادي اخر؟ ان شاء الله اي واحد كيطمح يكون بعد النهايه ديال المسار ديالو في كره القدم كيتجه للتدريب. كنتمنى نكون في احدى الفرق الوطنيه ان شاء الله ولا فريق الرجاء البيضاوي ان شاء الله. هذا ما نتمنى. مشاهدينا الكرام، بقى لنا الا نودعكم الحلقه ديال اليوم من برنامجكم اساطير دونور وصلت النهايه ديالها، واللي كان الضيف ديالها سامي تجدين احد ابرز النجوم اللي لعبوا في فريق الرجاء الرياضي. مشاهدينا الكرام، نضرب لكم موعد لاحق مع ضيف اخر باذن الله تعالى. وقبل الختم كنقول لكم رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير.